السلام عليكم يا شباب يا بنات. راح نبدأ اليوم على الوحدة رقم 22. الوحدة رقم 22 عنوانها تأمين الحريق. بالنسبة لتأمين الحريق راح نشوف مع بعض خمس عناصر مهمة. العنصر الأول راح يكون على المفهوم التأمين للحريق، العنصر الثاني شروط الحريق بالمعنى التأميني، العنصر الثالث مفهوم تأمين الحريق، العنصر الرابع مدى التغطية، مدى التغطية المقصود يعني ايش هي التي تغطيها وثيقة التأمين من الحريق وايش هي الاشياء التي لا تغطيها الوثيقة، والاستثناءات يعني ما هي الاشياء الغير مغطاة بتلك الوثيقة. هذه هي يعني عناصر الوحدة رقم 22. فهنا كمقدمة صغيرة يا شباب يا بنات، يقول ان بالنسبة لخطر الحريق يا شباب يا بنات يعتبر من أكبر ومن أهم المخاطر التي قد تصيب الإنسان وقد تصيب المنشآت. وحاول الإنسان منذ الأزل يعني حماية نفسه من الخسائر التي تنجر عن طريق الحريق. ليش؟ أن هذه الخسائر في حقيقة الأمر هي خسائر يعني كبيرة جدا وخسيرة أو خسائر عالية. وبالرغم من جميع الوسائل يا شباب وبالرغم من جميع الطرق التي يستعملها الإنسان لحماية نفسه من خطر الحريق، لكن لا يزال هذا الخطر يمثل يعني خطرا كبير وعائق كبير يعني بالنسبة للمنشآت وبالنسبة للأفراد. فبالتالي هنا لاقى هذا الحادث أو هذا الخطر يعني لاقى اهتمام كبير من قبل يعني شركات التأمين، وتم الإقبال عليه باعتباره إيش؟ باعتبار أن شركة التأمين هي الوسيلة الوحيدة أمام الأفراد وأمام المنشآت والمؤسسات لحماية نفسهم من هذا الخطر. فبالتالي هنا لو تتذكروا يا شباب يا بنات في الوحدة التي درسناها ودرسنا فيها يعني خطر الحريق الذي أصاب مدينة لندن سنة 1666 ميلادي، مما أدى إلى تدمير قرابة 87 مسكن، وما أدى إلى يعني تشرد أكثر من 13,000 عائلة. فبالتالي هنا خطر الحريق يعني بصراحة من أهم المخاطر ومن أكبرها ومن أشدها خطورة. إيش المقصود بالحريق بالمعنى التأميني؟ كيف تعرف شركة تأمين الحريق أو ما هو مفهوم الحريق بالمعنى التأميني؟ المعنى التأميني يقول لك إيش؟ يقول لك الحريق هو عبارة عن إيش؟ كل اشتعال فعلي وظاهر يصحبه لهب وحرارة ودخان وينشأ لا إراديا وينتج عنه خسارة مالية للأصل موضوع الحريق. هذا هو التعريف أو مفهوم الحريق بالمعنى التأميني. لو تلاحظ معي من خلال هذا التعريف هناك عدة شروط لابد أنها تتوفر حتى نقدر نقول أن هذا الحريق هو حريق بالمعنى التأميني، وهذه الشروط هي كالتالي. أول شرط يا شباب يا بنات، يجب على الحريق أنه يكون يعني اشتعال فعلي وظاهر، يعني أن الاشتعال يرى بالعين المجردة. وبالطبع يا شباب أن هذا الاشتعال لابد أن ينتج عنه إيش؟ لهب وحرارة ودخان. هذا الشرط رقم واحد. الشرط رقم واحد يقول لك أنه حتى نسمي الحريق بحريق لابد أنه إيش تتوفر فيه الشرط رقم واحد، وهو أنه الاشتعال يرى بالعين المجردة وأن هذا الاشتعال يصحبه لهب ودخان وحرارة. لو عنصر من هذه العناصر يعني غابة لا يمكن أن نسميه حريق. فعلى سبيل المثال شو قالت؟ على سبيل المثال الاحتراق الذاتي أو التفحم الذي لا ينتج عنه لهب، يعني التفحم يا شباب استحالة أنك تشوف لهب عندما يصير التفحم، أو الاحتراق الذاتي ما فيش لهب، أوكي ما فيش لهب. فبالتالي بما أنه ما فيش لهب وما فيش دخان في التفحم، فبالتالي هذا لا يعتبر حريق.
النقطة الثانية مثلا يقول لك الخسائر المالية التي تلحق بالأصول عند تعرضها للغاز بهدف التسخين أو التجفيف لا يعتبر حريقة بالمعنى التمييزي. إيش المقصود؟ يعني الإنسان استطع وقلنا يعني مثلا في فصل الشتاء إيش نسوي؟ لابد أنه يتم إشعال النار في المنزل حتى يتم تدفئة البيت. مثلا تلقاك أنت جالس في المجلس وهناك إيش؟ هناك النار، سواء تطفو الشاي على النار، سواء للتدفئة، سواء للتجفيف، سواء للتسخين إلى آخره. فهذه النار التي تستعمل للتجفيف، التي تستعمل للتدفئة، التي تستعمل للطهي، التي تستعمل للتسخين، التي تستعمل للتجفيف، ينتج عنها إيش؟ تراب العين المجردة، وينتج عنها لهب، وتنتج عنها حرارة، وتنتج عنها دخان، لكن لا يمكن اعتبارها حريق بالمعنى التأميني. ليش؟ لأن تلك النار يعني هي لغرض ما، غرض إيش؟ غرض التدفئة، غرض التسخين إلى آخره. فبالتالي بالرغم أنها تتوفر فيها جميع الشروط ما عدا بالطبع ما عدا شرط اللا إرادي. ليش؟ لأنك أنت لما توقد نار في البيت لهدف التسخين أو التجفيف فهذا يسمى بفعل إرادي، فعل إرادي. فبالتالي هنا ما راح نسميه حريق بالمعنى التأميني. الشرط رقم 2 يقول لي يجب أن لا يكون الأصل موضوع خطاب يستلزم استخدامه أن يكون في حالة احتراق. على سبيل المثال يا شباب، فعند عندما يتم إشعال غاز البوتاغاز للحاجيات المنزلية، سواء للطهي، سواء للتسخين، سواء للتبريد، سواء للتجفيف، سواء لاستخدامها كقوة محركة، هذه كلها يا شباب يعني لا تسمى حريق بالمعنى التميمي. ليش؟ لأنها عندها أغراض معينة، عندها أهداف معينة، عندها غاية معينة. ليش تم إشعال غاز البوتاغاز؟ لكي الوالدة تطفو الأكل. ليش تم إشعال مثلا الغاز؟ لكي يتم تبريد المنزل أو لكي يتم تدفئة المنزل. ليش تم إشعال الفحم الحجري مثلا؟ الفحم الحجري في السابق أنتم تعلمون أن الباخرات والقطارات تشتغل بالفحم الحجري، فالفحم الحجري يجب أن يكون في حالة اشتعال حتى يعطيه قوة دفع. قوة الدفع هذه يعني هي متأتية من الفحم الحجري، فلا بد أن الفحم الحجري يكون في حالة اشتعال. فإذا كان الحريق يا شباب وبنات، إذا كان الحريق يعني لغاية معينة، لاستعمالات معينة، فلا يسمى بحريق بالمعنى التأميني. الشرط الثالث وهذا منطقي جدا وشفناه هذا الشرط، بالطبع يجب أن يكون الحريق يعني غير إرادي. لما يصير حادث الحريق يعني أن الحريق هذا صار يعني بشكل غير إرادي وليس بفعل فاعل أو متعمد. فبالتالي إذا كان الحريق بفعل فاعل وأدى إلى خسائر وعلمت الشركة، شركة تأمين، أن الحريق كان بفعل فاعل، لا يحق للمؤمن له المطالبة بالتعويض. ليش؟ لأن هذا يعد من بين الأخطار الأخلاقية الإرادية، وإحنا شفناها هذه. إذا كان خطأ أخلاقي إرادي لا يحق للمؤمن له المطالبة بالتعويض. فبالتالي هنا يجب أن يكون الحريق الحادث يعني غير إرادي، غير متعمد. ونقطة أخرى بالطبع أنه يقول لك يجب على الشيء موضوع الخطر، يعني اللي أنت تبغى تأمنه ضد خطر الحريق، عند وقوع الحريق يا شباب يا بنات يجب أن هذا الشيء يعني يتحقق بعد وقوع الحريق خسارة مادية، ينجر عن الحريق يعني خسارة مادية في الشيء موضوع التأمين. بمعنى لو أنت مأمن البيت ضد خطر الحريق وصار حريق في حديقة المنزل، لكن الحريق هذا لم يطل المنزل من داخل وانت مأمن على الأثاث الموجود في البيت، فبالطبع هنا بما انك انت مأمن على الأثاث والأثاث لم يصاب بأي أذى، لم يصاب بأي خسارة مادية، فهنا لا يسمى بحريق بالمعنى التأميني، وإنما
يسمى حريق بمعنى التميمي في صورة ما صار حريق في الحديقة، والحريق هذا وصل إلى المنزل ووصل إلى الأثاث الموجود داخل المنزل، مما أدى إلى يعني نقص في الأثاث، مما أدى إلى نقص في الأثاث. وقتها يسمى بحريق، ويحق لك المطالبة بالتعويض في هذه الحالة. بالنسبة لمفهوم التأمين على الحريق، إيش المقصود بالتأمين على الحريق؟ التأمين على الحريق يا شباب هو مثل التأمين على السيارة، مثل التأمين البحري، مثل التأمين على المركبات إلى آخره. التأمين على الحريق هو عبارة عن عقد بين شركة التأمين والمؤمن له، حيث أن شركة التأمين تتعهد بتعويض المؤمن له عن جميع الخسائر المادية التي يمكن أن تصيب الشيء موضوع التأمين، ويكون الحريق هو السبب المباشر أو القريب لحدوث هذه الأضرار. فبالتالي إذا أنت مؤمن تأمين ضد خطر الحريق، مفهوم التأمين على الحريق إيش يقول؟ هو عبارة عن عقد، عبارة عن تعاقد بين طرفين. الطرف الأول هو شركة التأمين التي تلتزم بتعويض المؤمن لها عن جميع الخسائر المادية التي يكون سببها ايش؟ سببها المباشر وسببها القريب هو الحريق. في المقابل المؤمن له مطالب انه يدفع قسط التأمين الى شركة التأمين، وعادة مدة التأمين تكون سنة بالنسبة لمخاطر الحريق، مثل ما هو الحال في التأمين على السيارات. هذا هو ما يسمى بالتأمين على الحريق. راح نشوف يعني الخسائر المالية المترتبة على خطر الحريق ومدى التغطية، يعني هل أن هذه تغطى أو لا تغطى من طرف يعني وثيقة التأمين من الحريق. فوثيقة التأمين يا شباب، هذه وثيقة التأمين من الحريق لا تغطي فقط خطر الحريق، وإنما تمتد إلى إيه؟ إلى تغطية أخطار أخرى. وراح نشوف مع بعض ما هي الأخطار الأخرى التي تغطيها وثيقة التأمين من الحريق. فهنا الرجاء منكم يا شباب يا بنات، نصيحة لكم، هناك ما يسمى بوثيقة تأمين نمطية أو نسميها عادية، وهناك ما يسمى بوثيقة تأمين نمطية من خلال الملاحق الإضافية. الوثيقة الأولى تغطي أشياء والوثيقة الثانية تغطي أشياء ثانية، فلا بد على الطالب أنه يقدر يميز ما هي الأشياء التي تغطيها وثيقة التأمين النمطية يعني العادية، وما هي الأشياء التي تغطيها وثيقة التأمين من خلال الملاحق الإضافية. ليش؟ لأنه نقدر نسألك أنا سؤال مثلا صح وخطأ، نقول لك أن وثيقة التأمين النمطية العادية تغطي خطر السواعق، هذا سؤال مثال، الإجابة راح تكون صح. لكن إذا قلت تغطي وثيقة التأمين النمطية من خلال الملاحق الإضافية خطر السواعق، تصبح الإجابة خطأ. فبالتالي هنا النوع الأول قلت هي وثيقة التأمين النمطية، وهذه الوثيقة تغطي شيئين، تغطي خطر الحريق بالزيادة مع زائد، يعني خطر الحريق زائد خطر السواعق وكذلك انفجار الغاز المستعمل للإنارة وللحاجيات المنزلية في مبنى لا يصنع فيه الغاز ولا يكون جزءا مصنع لتوليد الغاز. بمعنى أن وثيقة التأمين النمطية العادية هذه تغطي خطر الحريق زائد تغطي خطر السواعق زائد تغطي انفجار الغاز المستعمل مثلا للحاجيات المنزلية، الغاز المستعمل للإنارة، الغاز المستعمل للطهي، الغاز المستعمل للتدفئة. لكن إذا كان مصنع يصنع في الغاز وصار فيه حريق، في هذه الحالة هذه الوثيقة لا تغطي تلك الخسائر. ليش؟ لأنه المصنع هو اللي صنع في الغاز، وإنما يجب أن يكون الغاز في حالة استعمال سواء للتدفئة سواء للطهي سواء للتجفيف سواء للتسخين إلى آخره.
لكن إذا كان مصنع يصنع في الغاز فبالطبع وثيقة التأمين من الحريق لا تغطي الخسائر في صورة ما صار الحريق. الوثيقة الثانية هي ما يسمى بالوثيقة النمطية من خلال الملاحق الإضافية. الوثيقة النمطية من خلال الملاحق الإضافية. ملاحق يعني إيش ملحق يا شباب؟ يعني أن الملحق هذا يضاف إلى عقد التأمين، حيث أن هذا الملحق سوف تكون فيه ما هي الأشياء التي لا يغطيها العقد، هو اسمه ملحق، أوكي؟ فوثيقة التأمين النمطية من خلال الملاحق الإضافية تغطي بالطبع خطر الحريق زائد، تغطي البراكين والعواصف والفيضانات، تغطي كذلك الاضطرابات والشغب، تغطي كذلك الانفجار، تغطي كذلك الطائرات والأشياء التي تسقط منها. فبالتالي هنا لو تلاحظ معي أن وثيقة التأمين النمطية العادية تغطي شيئين نوعين خطرين، ووثيقة التأمين النمطية من خلال الملاحق الإضافية تغطي أربعة أنواع من المخاطر، وهي البراكين والعواصف والفيضانات، تغطي كذلك الاضطرابات والشغب، تغطي كذلك الانفجار، وتغطي كذلك الطائرات والأشياء التي تسقط منها. وبالطبع مثل التأمين على السيارات هناك ما يسمى بالوثيقة الشاملة. الوثيقة الشاملة، وثيقة التأمين الحريق الشاملة. بالطبع هذه الوثيقة يا شباب يا بنات يعني تغطي جميع الأخطار التي تم ذكرها سواء في النمطية العادية سواء في النمطية من خلال الملاحق الإضافية، ومعها إيش؟ ومعها يعني المسؤولية المدنية تجاه الغير. يعني لو صار حريق في المنزل حقك مما أدى إلى إيش؟ مما أدى إلى خسائر في منزل جارك، فهنا شركة التأمين المأمن عندها إمتى وثيقة تأمين شامل، هي مطالبة أن تعطي تعويضات للجار. ليش؟ لأن هذا ما يسمى بتأمين المسؤولية المدنية. فبالتالي وثيقة التأمين الشاملة تغطي جميع الأخطار التي تغطيها وثيقة التأمين النمطية العادية، تغطي جميع الأخطار التي تغطيها وثيقة التأمين النمطية من خلال الملاحق الإضافية، وتغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير، ضد الغير، المسؤولية المدنية تجاه الغير. بالنسبة للاستثناءات، يعني ما هي الأشياء التي لا تغطيها وثيقة التأمين من خطر الحريق؟ يقول لي أنه هذه الوثيقة لا تشمل الخسائر التالية: الأموال التي تسرق قبل الحادث أو خلاله أو بعده. بمعنى إذا صار حريق في البيت و العائلة مشغولة في إطفاء الحريق، وهناك سارق استغل الفرصة، فرصة أن العائلة مشغولة بالحريق، وهناك سارق الأموال من البيت، فشركة التأمين تقول لك أنه الأموال التي تسرق قبل الحادث أو خلاله أو بعده لا يقع تعويضها. اثنين، الأشياء التي لا تغطيها الوثيقة: هلاك الأموال أو تضررها الناشئين عن تفاعلها الذاتي أو تأكلها البطيء أو حرارتها الطبيعية أو احتراقها الذاتي. وهذا منطقي جدا يا شباب، يعني بسبب ارتفاع درجة الحرارة في إمكانية قلت أن الأموال تتضرر بذاتها، يعني ينشأ حريق عن طريق إيش؟ لما يصير احتكاك الأموال فيما بعض، مثلا تأخذ قطعة نقدية ب100 ريال مع ويصير احتكاك مع ال100 ريال، في إمكانية أن تولد حرارة مما يؤدي إلى احتراق، مما يؤدي إلى تفحم. فإذا كان يعني هلاك الأموال بسبب تأكسدها البطيء، بسبب تضررها الناشئ أو تفاعلها الذاتي، إيش معناته التفاعل الذاتي؟ لأن هناك مادة تصنع منها الأموال يا شباب يا بنات قابلة للاشتعال بصفة سريعة جدا، أوكي؟ فبالتالي إذا ارتفعت درجة الحرارة فوق المعقول ففي إمكانية أن الأموال تحترق، فبالتالي هنا شركة التأمين ما راح تعطيك تعويض بالطبع عن ذلك أو عن تلك الخسائر. الشيء الثالث،
الهلاك او الضرر الذي يلحق بالالات والاجهزه الكهربائيه او اي جزء من التركيبات الكهربائيه نتيجه زياده في السرعه او زياده في الطاقه او انقطاع التيار او شده الحراره او شراره كهربائيه او تسرب في التيار ايا كان نسبته. بمعنى ايش؟ يقول لي انه اذا كان الحريق سببه مثلا انفجار اله كهربائيه، إذا كان الحريق سببه يعني زيادة في الطاقة، إذا كان الحريق سببه مثلا انقطاع تيار كهربائي بعدين رجع تيار بصفة عالية مما أدى إلى انزلاء حريق أو أدى إلى شرارة كهربائية مما أدى إلى وقوع حريق في البيت، في هذه الحالة لا يحق للمؤمن له أن يطالب بالتعويض. ليش؟ ليش؟ لانه احنا في المفهوم الحريق يا شباب قلنا يجب ان يكون الحريق هو السبب المباشر. في هذه الحاله الحريق ليس السبب المباشر، ليش؟ لانه الشراره الكهربائيه هذه هي التي ادت الى اندلاع الحريق، والحريق ادى الى ايش؟ ادى الى خسائر، فبالتالي يجب ان يكون الحريق هو السبب المباشر. فبالتالي هنا المقصود يا شباب يا بنات انه اذا انت عندك اله كهربائيه في البيت وانفجرت الاله الكهربائيه هذه مهما كانت الاسباب، سواء سوء استعمال، سواء زياده في الطاقه، سواء يعني انقطاع التيار وعوده التيار بصفه يعني عاليه الى اخره الى اخره، اذا انفجار الاله هذا ادى الى حريق في البيت والحريق ادى الى خسائر لا يحق للمؤمن لها المطالبه بالتعويض. ليش؟ لانه الحريق ليس السبب المباشر وليس السبب القريب لوقوع الخسارة. بالطبع نفس الشيء هذه الوثيقة لا تغطي الأضرار التي تنشأ بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن إيش؟ مثلا إحراق شيء ما بأمر من سلطة عامة، على سبيل المثال أن الحكومة أمرت بإحراق مكان ما، فهذا لا يسمى بحريق، فبالتالي يعني الوثيقة ما راح تغطي تلك الخسائر. أو مثلا النار المنبعثة طبيعيا من باطن الأرض، نفس الشيء هنا يعني الوثيقة ما راح تغطي هذه الجزئية. الهلاك أو الضرر المسبب والناشئ بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن أسلحة أو مواد نووية أو إشعاعات. بالطبع نفس الشيء يا شباب هنا يعني في إمكانية أن المواد المشعة تؤدي إلى اندلاع حريق، في إمكانية أن المواد النووية تؤدي إلى اندلاع حريق، فشركة تأمين يعني ما راح تعطي التعويض وترفض أنها تأمن هذه الأشياء. وبالطبع الهلاك أو الضرر المتسبب أو الناشئ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن الحروب والغزوات والعمليات العسكرية. بالطبع نفس الشيء يا شباب هنا أنه في إمكانية أن قصف مثلا جوي او الحروب او الغزوات تؤدي الى اندلاع عده حرائق، فبالطبع من المنطق ان شركه التامين انها ترفض تعويض الخسائر. فهذه هي يعني الوحده رقم 22، ونمر مباشره يا شباب يا بنات الى الوحده رقم 23، وفي المحاضره رقم 2 اللي هي 9 وربع راح يتم يعني حل الكويز تم تنزيله بالامس مثل ما وعدتكم يا شباب وبنات، تم تنزيل الكويز بالامس امس بالليل، راح نحاول اليوم ان نحل الكويز. الوحده رقم 23 حساب قسط التامين. بالطبع يا شباب القسط اللي راح انت تدفعه الى شركه التامين هذا من المعقول ان نعرف كيف تم حسابه، كيف يتم حساب قسط التأمين. فهنا راح نعطيكم كعناصر، راح نعطيكم مفهوم القسط الصافي وكيف يتم حسابه، مفهوم القسط التجاري وكيف يتم حسابه، وشروط قسط التأمين. فهنا لو تلاحظ معي يا شباب وبنات انه اقتصاديا جميع الاسعار يا شباب يتحكم فيها ايش؟ يتحكم فيها الطلب والعرض. اقتصاديا
يعني مثلا سعر السيارة يتحكم فيه الطلب والعرض. اوكي، سعر اي منتوج يتحكم فيه الطلب والعرض، ما عدا اسعار التأمين لا يتحكم فيها الطلب والعرض، ولكن شركة التأمين هي التي تحدد قسط التأمين. فبالتالي اسعار التأمين واقساط التأمين لا يتم تحديدها عن طريق الطلب والعرض مثل باقي يعني المنتوجات، وإنما شركة التأمين هي التي تحدد يعني أقساط التأمين. وبالطبع في المملكة العربية السعودية مثلا مؤسسة النقد السعودي هي التي تفرض على شركة التأمين مثلا أنها تقلل من أقساط التأمين. يعني أنت لو تلاحظ معي السنة الماضية وقبل الماضية الأسعار كانت عالية 1500 1200 1300، روح الحين شوف الأسعار، أسعار أقساط التأمين كم؟ يعني وصلت إلى 500 و600 و700. ليش؟ لأن هناك أمر من مؤسسة النقد أنه على شركة التأمين أنها تقلل من أقساط التأمين. فهنا في بعض الأحيان قال لي في بعض الأحيان أن الدولة تتدخل بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تحديد أقساط التأمين، وخاصة بالطبع التأمينات الاجتماعية وتأمينات المسؤولية المدنية. يعني في بعض الأحيان إذا أحست الدولة أن شركة التأمين تطلب فيه قسط تأمين عالي، يحق للدولة أنها تتدخل وتفرض على شركة التأمين أنها تخفض في أقساط التأمين. فهنا بالطبع لحساب قسط التأمين يا شباب وبنات، شركة التأمين يعني عادة تقوم بحساب القسط الصافي، وتقوم بحساب القسط التجاري. والقسط التجاري يا شباب يا بنات هو ذلك القسط اللي راح يدفعه المؤمن له إلى شركة التأمين. يعني أنت لما تروح لشركة التأمين وتدفع 1000 ريال، ال1000 ريال هذه تسمى بالقسط التجاري. يعني شركة التأمين تحسب القسط الصافي، وشركة التأمين تحسب القسط التجاري، والقسط التجاري هذا يا شباب يا بنات هو ذلك القسط الذي يلتزم المؤمن له بدفعه إلى الشركة. نعطيكم مفهوم القسط الصافي. القسط الصافي إيش يمثل يا شباب ويا بنات؟ القسط الصافي يمثل تلك الأموال التي تكفي فقط لدفع التعويضات للمؤمنين لهم عن جميع الخسائر والمصروفات التي يمكن يعني تعطيها الشركة إلى المؤمن لها. يعني يا شباب إذا السيارة أو عندي 10 سيارات أو عندي 20 سيارة سوت حادث، ال20 سيارة هذه حجم خسائرها هو 50000 ريال. ال50000 ريال هذه هي الأقساط الصافية التي تم تجميعها، الأقساط الصافية. فبالتالي القسط الصافي هي تلك الأموال التي تكفي لدفع التعويضات فقط. اوكي، بدون اني نشوف يعني مصاريف شركة التأمين، سواء من اجور يعني رواتب العمال، سواء من فواتير، سواء من كهرباء، سواء من مياه الى اخره. فهنا نجم نقول ان، وبالطبع بدون النظر الى ارباح، هذه قولك لم تؤخذ بعين الاعتبار، الارباح ومصروفات الشركة ورواتب العمال هذه كلها لم تؤخذ بعين الاعتبار، وإنما القسط الصافي يكفي فقط لتعويض الخسائر المالية بس. فهنا نلاحظ أن التزامات المؤمن لهم تساوي التزامات شركة التأمين. فالقسط الصافي عبارة هو عن وحدة النقد لمعدل الخسارة. يعني هنا معدل الخسارة كم راح يكون؟ فلما نلقى معدل الخسارة نضرب معدل الخسارة قيمة الشيء المعد خطر، شفنا هذا في الوحدة السابقة. لما نلقى معدل الخسارة نضرب معدل الخسارة في قيمة الشيء المعد خطر نلقى حجم الخسائر.
هذا القانون أمامكم هنا، قانون حجم معدل الخسارة، هذا شفناه يا شباب في وحدة سابقة. معدل الخسارة يساوي قيمة الخسارة التي حدثت على قيمة الشيء موضوع التأمين. القسط الصافي يساوي معدل الخسارة ضارب مبلغ التأمين. هذا هو القانون، القسط الصافي يساوي معدل الخسارة ضارب مبلغ التأمين. على سبيل المثال، يعني على سبيل المثال، لو أنت عندك معدل خسارة يساوي 0.02 ومبلغ التأمين يساوي 100,000 ريال، نضرب 100,000 ريال ضارب 0.02 راح نلقى 2000 ريال. 2000 ريال هذه تعبر عن القسط الصافي، فمعدل الخسارة لما نضربه في مبلغ التأمين راح نلقى القسط الصافي. وبالطبع يا شباب، القسط الصافي هي تلك الأموال التي يتم تجميعها في بداية كل سنة، والتعويضات بالطبع تدفع في نهاية كل سنة. يعني يتم تحصيل مجموع الأقساط الصافية في بداية السنة، ويتم تعويض الخسائر في نهاية السنة. وبالتالي هناك إمكانية أنه يتم استثمار المبالغ التي تم تجميعها، يعني المبالغ التي تم تجميعها من المؤمنين لهم، في إمكانية أن شركة التأمين تستثمرها في مشاريع مضمونة، وبالطبع في هذه الحالة سوف تعود بالفائدة على الشركة. فإذا تم يا شباب، إذا تم استثمار القسط الصافي، فراح نلقى القسط الصافي يساوي معدل حدوث الخطر ضارب مبلغ التأمين ضارب القيمة الحالية لوحدة النقد عند سعر الفائدة. يعني يا شباب وبنات، العملية سهلة جدا وبسيطة جدا. لنفترض أن معدل الخسارة هو 0.02، ولنفترض أن مبلغ التأمين هو 100,000 ريال، ولنفترض أن القسط الصافي هذا سوف يتم استثماره على مدى مثال 10 سنوات بنسبة فائدة 5%. فراح نلقى القسط الصافي بعد الاستثمار يساوي 2% ضارب 100,000 ريال ضارب 1 تقسيم 1 زائد 0.05 أس 10. بهذه الكيفية نلقى يعني قيمة الاستثمارات بعد 10 سنوات. فمثال على ذلك، نعطيكم مثال بسيط هنا. قال في مدينة ما جد 1000 حريق في السنة الماضية من بين 250,000 مسكن. احسب القسط الصافي الذي يجب أن يدفعه مالك المنزل الذي قدر ب 200,000 ريال. يعني يا شباب، عندي شركة تأمين عندها 250,000 بيت مؤمن عليه ضد خطر الحريق. لاحظنا أن هناك 1000 منزل حدث فيه حريق. هذه المعلومة نقدر نحسب بها معدل حدوث الحادث، احتمال حدوث الحادث. لما نقسم 1000 على 250,000، هذا شفناه القانون هذا يا شباب، التردد النسبي أو الاحتمال. ناخذ عدد الوحدات التي تعرضت للحادث نقسمه على عدد الوحدات الإجمالي. يعني ناخذ 1000 بيت مقسوم على 250,000 بيت نلقى معدل حدوث الحادث أو التردد النسبي لوقوع الحادث، راح نلقى 0.004. لما نرجع للقسط الصافي، القسط الصافي يقول لي معدل الخسارة ضارب مبلغ التأمين. مبلغ التأمين هنا عندك قال لك المنزل يساوي قيمة المنزل يساوي 200,000 ريال، يعني مبلغ التأمين يساوي 200,000 ريال. فبالتالي لما نضرب 200,000 ريال ضارب 0.004 راح نلقى 800 ريال. 800 ريال هذه هي القسط الصافي. 800 ريال هي القسط الصافي، يعني هذا المنزل إذا صار في حريق خسائره راح تكون 800 ريال. يعني الشركة سوف تعطي تعويض 800 ريال لصاحب المنزل هذا.
فبالتالي تلاحظ معي ان القسط الصافي يساوي التعويضات. القسط الصافي يساوي التعويضات. هذا كيف يتم حساب القسط الصافي. بالنسبه للقسط التجاري، القسط التجاري يا شباب احنا قلنا هي تلك الاموال التي يلتزم المؤمن له بدفعها الى شركه التامين. يعني انت لما تروح تامن السياره تطلب عليك الشركه 1500 ريال. ال 1500 ريال هذه تسمى بالقسط التجاري. القسط التجاري في حقيقه الامر يساوي ايش؟ القسط التجاري يا شباب وبنات هو القسط الصافي زائد التحميلات. القسط الصافي زائد التحميلات. والمقصود بالتحميلات مثال يا شباب، المقصود بالتحميلات هي هامش الربح، الاداءات، الضرائب، كل هذا تسمى بالتحميلات. فهنا يقول يقصد بالتحميلات كل ما يضاف الى القسط الصافي والذي يعبر عن صافي تكلفه الخدمه التامينيه للوصول الى القسط التجاري الذي تتعامل به شركه التامين مع جمهور المؤمنين لهم. شوف ايش قال والله. القسط التجاري هو ذلك القسط الذي تتعامل به شركات التامين مع المؤمنين لهم. فبالتالي هنا قانون القسط التجاري، قانون القسط التجاري هو القسط الصافي زائد التحميلات، القسط الصافي زائد التحميلات. فهنا يقول لي ان التحميلات عفوا بالطبع التحميلات يعني تختلف من شركه لاخرى. ليش يا شباب يا بنات لو سمحتم، ليش الشركة مثال التعاونية تطلب مني 1500 ريال ولما نروح إلى شركة ملاذ مثلا تطلب مني إلا 1000 ريال؟ ليش؟ القسط الصافي لدى الشركة الأولى هو نفسه القسط الصافي لدى الشركة الثانية، لكن اختلاف الأقساط التجارية تختلف باختلاف التحميلات. ليش؟ لأنه تحميلات الشركة التعاونية راح تكون أعلى من تحميلات شركة ملاذ. فبالتالي القسط التجاري اللي راح تطلبه شركة ملاذ على المؤمن له أقل من القسط التجاري اللي راح تطلبه شركة تعاونية على المؤمن له. فبالتالي هناك اختلاف في أقساط التجارية. فهنا تختلف، يقول لي أنه تختلف التحميلات من شركة إلى أخرى. وهذه التحميلات يا شباب تشمل إيش؟ تشمل المصروفات الإدارية والعمومية، تشمل هامش الربح للشركة، تشمل العمولات وتكاليف الانتاج، تشمل احتياطي التقلبات العكسية وهي التقلبات التي تنشأ بسبب زيادة الخسائر عن المتوسط الذي احتسب على أساسها القسط الصافي. يعني ايش؟ لو تلاحظ معي يا شباب يا بنات وكل مواطن سعودي فيكم يعلم كل العلم انه في سنة 2014 و2013 و12 الى اخره اقساط التامين بصراحه كانت يعني 300 ريال 500 ريال، وبعدين فجاه يعني اصبح القسط 1000 ريال 1500 ريال. ليش؟ لانه هذا ما يسمى باحتياطي التقلبات العكسيه، ان شركه التامين لاحظت انه هناك زياده غير متوقعه وزياده غير مقبوله يعني للخسائر الفعلية عن المتوسط. بما أن الزيادة زادت فوق اللزوم، شركة التأمين حتى تغطي تلك الخسائر إيش قامت؟ قامت بزيادة الأقساط. وكيف يتم زيادة الأقساط؟ القسط الصافي ثابت لكن الأقساط راح تزيد بزيادة التحميلات. يتم زيادة في المصروفات الإدارية، يتم زيادة في هامش الربح، يتم زيادة في العمولات، يتم زيادة في احتياطي التقلبات. فبالتالي لاحظ أن القسط التجاري زاد من سنة إلى أخرى زاد. ليش زاد؟ القسط الصافي ثابت لكن القسط التجاري زاد لأنه التحميلات زادت. نعطيكم أنا مثال كيف يتم حساب القسط التجاري. لو سمحت تتبع معي المثال هنا. المثال يقول احسب القسط التجاري اذا كان مبلغ التأمين يقدر ب 4000 ريال وان معدل الخسارة للخطر يقدر ب 0.0022 وكانت المصاريف الإدارية والعمومية تمثل 15% من القسط الصافي
وهامش الربح يساوي 18% من القسط الصافي، واحتياطي التقلبات العكسية يساوي 3% من القسط الصافي. السؤال ايش؟ السؤال يطلب مني احسب القسط التجاري. احنا قلنا يا شباب لبنات القسط التجاري يساوي القسط الصافي زائد التحميلات. فكخطوة اولى، نحسب انا القسط الصافي. القانون يقول ان القسط الصافي يساوي معدل الخسارة او احتمال وقوع الخسارة ضارب مبلغ التأمين. هنا عندي معدل الخسارة يساوي 0.0022. لما نضرب 0.0022 مضروب في 4000 نلقى 88 ريال. 88 ريال هذه هي القسط الصافي. الآن تحصلت على القسط الصافي، أوكي كويس جيد جدا، حصلنا على القسط الصافي. لابد أن القسط الصافي هذا يا شباب نزيدوا التحميلات. التحميلات تمثل إيش؟ هناك 18% من القسط الصافي هي للمصاريف الإدارية. يعني لما ناخذ 18% نضربها في 88 ريال نلقى المصاريف الإدارية. راح نزيد عليها إيش يا شباب؟ نزيد عليها 15% اللي هي إيش؟ اللي هي هامش 15% عفوا، أي 15% اللي هي هامش الربح. يعني لما ناخذ 15% ضارب 88 ريال راح نلقى هامش الربح، نزوده على 88 ريال. وبعدين راح ناخذ ايش؟ 3% من القسط الصافي التي تمثل احتياطي التقلبات العكسية. يعني ناخذ 3% نضربها في 88 ريال نلقى قيمة التقلبات العكسية. وبالتالي القسط التجاري يساوي القسط الصافي، وراح نزود عليه القسط الصافي ضارب 15% حتى نلقى مصاريف الإدارية. القسط الصافي ضارب 15% حتى نلقى هامش الربح. والقسط الصافي ضارب 3% حتى نلقى ايش؟ احتياطي التقلبات العكسية. بعملية حسابية راح نلقى ان القسط التجاري يساوي 119.68 ريال. هذا هو القسط اللي راح يدفع المؤمن له الى شركة التأمين. فالعنصر رقم 3 مقدمة حول حساب القسط التأمين في التأمين على الحياة. يعني كيف يتم حساب قسط التأمين في التأمين على الحياة. بالطبع هنا شركة التأمين يقول لي ان لكي يتم حساب قسط التأمين الحياة، شركة التأمين تستخدم ما يسمى بالتوقع الرياضي. يعني لابد من شركة التأمين أن تحسب التوقع الرياضي. التوقع الرياضي هذا هو يعبر عن أقساط التأمين على الحياة. فبالتالي المبلغ الذي يدفعه المؤمن له، المبلغ الذي راح تدفع شركة التأمين للمؤمن له عند وقوع الخطر يسمى بمبلغ التأمين. والمبلغ اللي راح تدفع شركة التأمين إلى المؤمن له في تأمينات الممتلكات يسمى بالتعويض. يعني لما يصير حادث سيارة المبلغ اللي راح تعطيه الشركة للمؤمن له يسمى بالتعويض. وفي تأمين الحياة لما يصير خطر الحياة والوفاة درسناه بالأمس، هذه التعويض اللي راح تعطيها الشركة المؤمن لها يسمى بمبلغ التأمين. ويتم حساب التوقع الرياضي بالقانون التالي. التوقع الرياضي يساوي احتمال وقوع حادث الوفاة ضارب مبلغ التأمين ضارب الحالة القيمة الحالية للريال الآن. مثال، على سبيل المثال، على مثال بسيط، نقول لك أنا أن احتمال وقوع الوفاة هو 1%، ونقول لك أن مبلغ التأمين هو 200,000 ريال، ونقول لك أن القيمة الحالية للريال هي مثلا على سبيل المثال القيمة الحالية للريال هي 0.05.
فبالتالي لما تاخذ 1% معدل الوفاة ضارب مبلغ التأمين 200,000 ريال نلقى 2000 ريال، 2000 ريال هذه نضربها في القيمة الحالية للريال اللي هي 0.05، 2000 ريال ضارب 0.05 نلقى التوقع الرياضي، والتوقع الرياضي هذا هو القسط الذي يدفعه المؤمن له إلى شركة التأمين في التأمين على الحياة. بالنسبة لشروط قسط التأمين يا شباب، قسط التأمين يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية. أول شيء يجب أن القسط هذا يكون كافي جدا لتغطية التزامات والمصاريف شركة التأمين، يعني يغطي التعويضات مع مصاريف الإدارية مع هامش الربح. يعني القسط التجاري يا شباب ال 1500 مثلا اللي راح تطلبها شركة التأمين عن المؤمن له، هذه كافية أنها تغطي التعويضات، وكافي أن تغطي هامش الربح، وكافي أن تغطي يعني المصاريف الإدارية، وكافي أن تغطي يعني التقلبات العكسية. الشرط الثاني يجب أن يكون القسط عادلا ولا وإيش ومنافسا. يعني إيش؟ يعني أن القسط اللي راح تطلب شركة التأمين على المؤمن لا يجب أن يكون يعني معقول، في نطاق المعقول، في نطاق المحدود، ويعني عادل. يعني القسط هذا التجاري يمثل فعلا يعني درجة الخطر، ما لا نطلب قسط تأمين عالي بالنسبة لدرجة خطر ضعيفة، ويجب أن يكون متناسقا عفوا. يعني إيش متناسقا؟ يعني أن القسط يكون متناسق مع درجة الخطورة لكل مؤمن له. يعني ايش مؤمن له؟ يعني ان المؤمن اللي عنده درجة خطورة اقل يجب ان يدفع قسط تأمين اقل، والمؤمن له اللي عنده درجة خطورة اعلى يجب ان يدفع قسط تأمين اعلى. هذا المقصود به متناسق. وبالطبع يا شباب، والشرط الاخير وهذا مهم جدا، ان قسط التأمين يجب ان يكون قسطا منافسا. يعني ايش منافس؟ يعني الشركة هذه تطلب 1500 ريال، الشركة الثانية تطلب 1000. فنلاحظ ايش؟ انه جميع المؤمنين لهم راح يروحوا للقسط المنافس، القسط الاقل. وهذا ليش؟ هذا ليش؟ حتى يتم تطبيق قانون الاعداد الكبيرة، حتى تربح شركة التأمين اكبر عدد ممكن من المؤمنين لهم. عندما يكون يا شباب القسط التجاري منافسا، فان عدد المؤمنين لهم سوف يرتفع لدى شركة التأمين، وإذا ارتفع عدد المؤمنين لهم فيصبح قانون الأعداد الكبيرة الساري المفعول. وإذا كان قانون الأعداد الكبيرة الساري المفعول فإن التنبؤات سوف تكون دقيقة، وإذا كانت التنبؤات دقيقة فإن الخسارة الفعلية سوف تكون قريبة من الخسارة المتوقعة، وإذا كانت الخسارة الفعلية قريبة من الخسارة المتوقعة فإن شركة التأمين ليست في خطر. فبالطبع تلاحظ معي هنا هناك ترابط بين كل ما درسناه. وهذه هي نهاية الوحدة رقم 23. اللي عنده سؤال بسرعة مفتوح أمامكم تشات يا شباب، مين عنده استفسار أو مين عنده سؤال؟ اوكي.